ده وش سيزون 4 عاملة زي وش الفرعون يا جدعان والله، نفس العينين بتاعت سيزون 4 دي. بص بص القفلة بتاعت العين هي هي بالظبط. ايه ده؟ ايه يا اسطى؟ ده يا اسطى بعدها فيها حاجة ولا التليفون هدج يا اسطى؟ عاد اعيط اعيط يا اسطى. السلام عليكم يا شباب، معاكم فلاش من فيديو جديد. النهارده يا جدعان عندنا السلسلة اللي كلنا بنحبها، البوت الغني وبين النظام اللي بتحبه. ادخل مع العشوائي اخد رد فعله واروح جاي مكمل مكمل مكمل، في الاخر هتلاقي في روم. الروم دي بتاعت واحد بيتريق على المصريين، يقول لك احب انا اهزر مش عارف ايه المصريين يعني. تعال نشوف ايه اللي حصل من رد فعل الناس وايه اللي حصل في الاخر. قبل ما تبدا الفيديو عايز تصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وتعمل سبسكرايب ولايك. بص قلتها كلها في مره واحده، ودول كانوا احلى تعليقين على الفيديو اللي فات يا جدعان. اول تعليق واحلى تعليق، جاهزين للفيديو؟ انزل لي يا ابني بالانترو. بسم الله. اوه نسيت اشيل ميوزك فاشن يا ابن اللعيبه. انا في الدروس. ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله خير. الله 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 الله. السلام عليكم يا اسطى. نفسي العب مع تيم معاه سكنات كده يا اسطى بصراحه يعني. بلاك ما تطلعنيش انت هاكر يا اسطى. هاكر ايه يا عم؟ لا مش هاكر والله. كمان معاكين كم هاكرات؟ والله العظيم ما هاكر، والله ما هاكر. نفسي العب مع ناس انتوا وانتوا. لا يا عم ما ينفع تعد. طلع ايه مصري؟ ايه يا حبي؟ خمسه والله بس غير الحيوانات. والله مش هاكر والله. مو هاكر، مو هاكر لو مفعل الدنيا كده. اه يا عم ضدنا هكريات. ما العب ما العب ويا محاكي حبيبي. ما العب. ايوه فاهم. اسف انا امس اصور. لا عادي يا عم، بس حلو. وش سيزون 4 ده حبيبي؟ انا راسي حبيبي يا اسطى. والله الحاجه الوحيده اللي طلعت بيها من اللعبه انا كمان هي وال هي وال في الفرعون ماكس والانفور الترجي فاهم. عادي عادي حبيبي. السلام عليكم. ودولوتي اول بدايه يقول اني طلع يا اخي. السلام عليكم. اخيرا مصريين. يا جدعان عاملين ايه؟ اه وليد عامل ايه؟ ايوه ايه الاخبار يا زميلي؟ اذا اروح منين عشان تقول له زميلي؟ عادي يا عم. طب ما انت زميلي برضو يا اسطى. عارف منين؟ انت زميلي بقول لك. عادي يعني. طب ما احنا في دي في اللعبه يا صاحبي. انت منين يا صاحبي؟ انت زميلي يا عم. يا عم موتوسيكل ليه؟ انا بعت لك حاجه احسن من كده بكتير. يا جدعان استنى يا جدعان ابعت لي. انا نهار اسود مش فاهم. معاك شعر فيا كده. خلصت خلاص فاهم. انا كنت ابعت لك طياره بس يعني لو الاكونت مش بس بصراحه الاكونت يا اسطى يعني انت هتبدا من الصفر معانا. انت معاك كام شعبيه؟ 2 مليون ونص. مش عبيد 4000 يا عم. اكونت ليفل 80. هنبدا الجيم طيب ولا ايه؟ عادي يابا شوف انت عايز ايه بس انا بره عني. يلا سلام يا رجاله. واو ولك واو يا اسطى. استنى استنى بالله عليك. استنى استنى ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. هو انت لحقت تقرا الرسالة عشان تطلعني؟ انت لحقت؟ هو انت ما لحقتش تقرا الرسالة عشان تطلعني؟ انت قلت شخص ما في فريقك. ايوه انت قلت شخص ما في فريقك ورحت مطلعني ما كملتش الرسالة. عارف كانت الرسالة بتقول ايه طيب؟ شخص ما في فريقك يحبك. هي إيه دي الرسالة بتقول كده؟ تعالى صح. ايه التجمع؟ اه حيوان غدار. انا زميل عامل ايه حسوني؟ عامل ايه يا اسطى؟ الاخبار؟ اه لا محاكي. لا يا عم مش محاكي. مين ده اللي محاكي؟ محاكي. انت يا عم انا ايباد محاكي يا عم. بص 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 حتى اي حتى اهو بص ايباد ازاي. شفت ده منظور ايباد. اه يا عم انا محاكي. طوبز ولك ايه ده؟ اه ده وش سيزون 4 عامله زي وش الفرعون يا جدعان والله، نفس العينين بتاعت سيزون 4 دي. بص بص القفله بتاعت العين هي هي بالظبط. بص اللي هي من عند اللي هي الزرقاء دي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا اسطى؟ ده يا اسطى ايه ايه يا اسطى؟ لا دونت كيل مي يا اسطى. بعدها فيها حاجه ولا يا اسطى؟ دونت كيل مي يا اسطى. التليفون هدج يا اسطى. لا يا عم يهنج ليه يا عم؟ استنى استنى خليه يهنج بجد. شباب بقول حاجه خالص.
بس كده. بص يعني مش كده بس فاهم عادي. عيط يا اسطى. لا يا عم عارف الحلو بقى ايه؟ ان اي سلاح بيتطور في ببجي موبايل معايا. انت متخيل الكلمه دي؟ يعني انت اطلب اطلب واتمنى اطلب واتمنى. يعني قول لي عايز سلاح ايه؟ ما عدا اخر سلاح بس اخر سلاحين ما جبتهمش لسه هجيبهم اللي هم موجودين. سحليه ايه يا عم؟ شوف حاجه صعبه يا عم في ذاك المسج. هم كلهم موجودين يا اسطى. بص ايوه يا اسطى. ايه يا اسطى بتجيب الكلام ده منين يا اسطى؟ يعني ايه السؤال ده؟ في سبب اضربه بس انا دي عيله ولا ايه؟ عايز ده ولا ده؟ ماشي ولا ده ولا ده ولا الفزاعه ولا ده ولا ده؟ عايز ايه تاني؟ اطلب وتمنى. انا عايزك تطلب وتتمنى. في ايه سكن نفسك تشوفه في اللوبي؟ انا هوريه لك دلوقتي. السلام عليكم. هات اللي ده. عايز تطلعني يعني صح؟ قول لي هطلع والله. شفت بقى انا ممكن اعرفك في عيشتك؟ عادي. قول لي قول لي اطلع بعد اذنك. استاذن ان اطلع بعد كده هطلع. استاذن استاذن بلوك استاذن. ماشي خليك بقى لحد ما تطلع انت من التيم بقى فاهم. انا عاملك انا عاملك الاسود لحد ما تقول لي اطلع بعد اذنك هطلع. ابعد عني. بص رجلك ابعد عني. عايز تاني امال على رجلك. خلاص ابعد عني بدل ما تقف في وجهك يا منوب يا خواف. بص خايف تطلعني. بص يلا انا موريش حاجه. ابعد عني يا عم ابعد عني. قلت تعال الروم. طب تعال الروم طالما انت شبح كده. مش عايز اديك والله ما عايز اديك يا اسطى. مش عايز اديك قلت لك. تعال الروم. اسمع تعالي روم تعال. اقسم بالله لو خسرت لاديك طياره. انت بي سي اه معاك روم؟ اشوف لك روم بس كده. يا لهوي. جيب لي روم تعال. جيب روم تعال. ولو غلبتك استنى. طب استنى استنى لو غلبتك هتديني ايه؟ بدون زحلقه. اسمع من غير اي هلعب. ماشي هلعب على قوانينك كلها. وانت بي سي وانت بي سي تعال. ماشي. اي بات تليفون تعال. انت تليفون ماشي. حد مع روم يا بودي؟ يلا بسرعه عامل روم بسرعه. حد بيقول لي اموت على مصر؟ كنت حكيك طياره. يلا يا باشا يا رهيناوي. ده المفروض يغلبني ها؟ دون زحلطه. كل الناس بتلعب من غير الزحلقه دي مش عارف. تعال 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 اقول لك انا بحب المصريين. خليك انت قد حكيك. ها يا عمي سيبنا ميك. مش واخد بالي اصلا ان هو يعني لسه بيضرب فاهم. حلو الشغل ده. يا ابا لا لا يا حبيبي لا يا حبيبي لا يا حبيبي لا يا بابا لا يا حبيبي. تعالى يا بابا تعالى. انت قلتش جنبين ما قلتش جنبين. انت بتخترع قوانين وانت قاعد بتلعب من غير زحلقه. وقلنا ماشي اختار جنب والعب فيه. مش هت... يعني الروم مش هتعمل لها كاستمايز على ايدك انت. ايوه مش هيعمل لي قانون وهو قاعد كده فاضي مغير لك قانون هجيب لك مش عارف من ايه. هم رايح جايب لك ايه؟ اخبط بقى اتكسر الحيطه بقى اعمل اللي انت عايزه. والله حبيبي شيل اوبح اوبح. يا ابن اللعيب عمال سنطر على دماغه بس عاش مديله الدافع. عاش 8 4 بعد من غير زحلقه. تخيل بقى لو فتحت له زحلقه.
يا عبد اللعيب عشر اتوت. لا لا بعرف اين بعرف اين تعمليش الدوش ده فاهم. انا لسه بتعرفش اين بس هي لما بتعرفش اللي بتموت هنا فاهم. لكن انا بعرف اين. لا انا مش بحرك الضرب وخلاص. يا ابن الهك يا ابن اللعيبة. طب انت نايم لي هنا ليه يا اسطى؟ هو داخل الروم بقى على اساس كسبان وكده فاهم. عشان هو يلعبني انا. لسه هتهيب فاير. يا رب انا عمال العب انا عمال العب بيها يا جدعان والله العظيم. اه بعد الليالي والايام شو ايلك يا اسطى. انت بتطلع يا اسطى انت بتكمبر يا جدعان. بفضل مكمبر لحد ما طب يلا يا اسطى 12 7 من هنا بقى يا جدعان. انا هكرهها في الروح. تعالى انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا. والله العظيم هكرهها في الروح. بص بقى بص انا عامل اللي هو بيعمل. شوف كان قاعد ورا الكونتينر. تعالى تعالى اجيبني فيستر. هو كده جاب يا ابن اللعيبه الكاب ده ازاي انا اخد يا ابن نعم برقم يالا. والله يا ابن انا كرهك في الروم. تعال عادي يعني سهلة هي يعني ما المصعبة على نفسك ليه. دون طلع اطلع 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 من الروم اطلع اطلع يا خواف. يلا 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 على اللوبي يلا.